ضيوفنا نحكي عن لعبيتنا التوينسة في نادي الزمالك المصري. عنا بعثة تونسية كبيرة في الفريق، هذا ممثل حاليا في ثنائي حمزة المثلوثي وكذلك سيف الدين الجزيري مع مغادرة الفرجاني ساسي. على كل باش نحكيو في مواضيع عن لعبيتنا التوينسة في الزمالك مع السيد عمار الدرديري الناطق الرسمي باسم نادي الزمالك المصري، موجود معنا من مصر. سي عمر اهلا بيك. اهلا بيك واهلا بحضرتك واهلا بالسادة المشاهدين او المستمعين التوانسة الجمال. هو مع عصر التكنولوجيا ولينا مشاهدين ومستمعين حتى في الراديو. مستمعين طبعا. اها دونك سيد عمر، حبينا نوضح معك بعض المواضيع الخاصه باللاعبين التونسيين في الزمالك المصري. اول حاجه خلينا نبينكم تجديد عقد سيف الدين الجزيري، ظهر لي فما اقتناع في فريق الزمالك بقيمه سيف الفنية. بالتأكيد سيف الدين الجزيري مهاجم كبير، لاعب تونسي كبير، عضو في المنتخب التونسي، عضو مهم، هو لاعب مهم في فريق الزمالك لكرة القدم. كان نادي الزمالك اشترى عقد سيف الدين الجزيري من نادي المقاولون العرب على سبيل الإعارة، ثم نادي الزمالك نجح ان يحول الإعارة الى تعاقد كامل مع سيف الدين الجزيري، وسيف الدين الجزيري مبسوط في نادي الزمالك. اللعبة التوانسة بشكل عام بيرتاحوا في الكرة التونسية او في الدوري المصري باعتبار ان مصر وتونس بلد واحد ان شاء الله. هو علاش كانت صيغة التعاقد بهذا الشكل كابتن عمر؟ إعارة ثم تفعيل الإعارة لشراء، كان اختلطت اختبار ولا شنو بالضبط كانت من لون؟ لا هو الحقيقة كانت الإعارة مشروطة ان بعد 7 شهور يتم بيعه تماما. هو الحقيقة نادي الزمالك كان من البداية عنده رغبة أكيدة في شراء عقد سيف الدين الجزيري، بس هو كانت الإعارة علشان دفع 8 مليون جنيه فقط من مستحقاته اللي هي تبلغ 20 مليون جنيه لنادي المقاولين العرب، فاعتبر ان فترة الإعارة ده قسط أول من التعاقد. ثم الزمالك دفع 12 مليون جنيه المتبقية من ال 20 مليون فاشترى عقده كامل. يعني فقط أمور متعلقة بالفلوس والتحويلات. يعتبر بيع بالتقسيط يعني. عايز أقول إنه هو يعتبر بيع بالتقسيط يعني. واضح. نحكي ايضا فما كلام خرج بعض المواقع المصريه حول رغبه النادي الزمالك في الاستفاده باللاعب الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب ترجي. طبعا حمدي النقاز لاعب كبير ولاعب محترم ولاعب مهم، هو لاعب في صفوف نادي الزمالك، لكن هو حصلت بعض الازمات والمشاكل مع نادي الزمالك، وهو فضل ان يفسخ عقده من جانب واحد، فبالتالي في ازمه ما بين او مشكله ما بين اللاعب حمدي النقاز وما بين نادي الزمالك في الفيفا يعني، فبالتالي الموضوع وصل للمحكمه الرياضيه الدوليه كاتا، لكن في اتجاه ان الموضوع يتم انتهائه او فضه بشكل ودي ما بين حمدي النقاز ونادي الزمالك. ايضا البعض ردد ان في رغبه لدى نادي الزمالك انه يستعين بحمدي النقاز مره اخرى، لكن اعتقد ان الرغبة دي ستتوقف لوجود لاعب اخر موجود في نفس المركز تونسي برضه. بس نسألك عليه بعد شوية اللاعب الاخر التونسي، لكن في موضوع حمد النقاز المشكلة متاعه كان نعرف الناس الكل مع الهيئة السابقة هيئة مرتضى منصور، انتم هيئة جديدة تقريبا في الفريق، ما حكيتوش حول جدولة المستحقات في العقد الجديد وإلا حاجة من نوع هذا؟ انا بقول لحضرتك ان في احتمال كبير ان الموضوع يتم انهائه ودي، ولو هو ليه مستحقات ياخدها، لو نادي الزمالك ليه مستحقات هياخدها. اعتقد ان الفتره الجايه في مفاوضات لانهاء الازمه مع حمدي النقاز بشكل ودي بعيدا عن الفيفا او المحكمه الرياضيه. بالنسبه لعودته ما هيش مطروحه بتاتا. عوده حمدي النقاز دي يمكن فيها مشكله لان في لاعب تونسي في نفس المركز وفي نفس المكان، فبالتالي لو انت هترجع النقاز هتضطر تستغني عن اللاعب الاخر. موجود الكلام هذا ولا لا؟ يا فندم؟ موجود معناه الطرح هذا، الفرضيه هذه، عوده النقاز مع الاستغناء عن حمزه المثلوثي ولا لا؟ مقتنعين بحمزه؟ لا حمزه المثلوثي اعتقد بدا مستواه يزيد في الفتره الاخيره، بدا يثبت اقدامه في الفريق، يمكن هو في البدايه ما ظهرش بالشكل اللي يتناسب مع مستواه، لكن المثلوثي مع توالي المباريات
بدأ يظهر بشكل أفضل وبدأ ياخد مكانته، فبالتالي أصبح من الصعب حاليا الاستغناء عن حمزة المسلوسي وأصبح من الدعائم الرئيسية في الفريق. يعني الكلام اللي قريناه في الصحافة المصرية حول أنه كارتيرون يرغب في الاستغناء عن المسلوسي لا صحة له. لا كلام لا صحة له، بالعكس كارتيرون متمسك بحمزة المسلوسي. واضح. بالنسبة للموضوع الأخير، موضوع لفرجاني ساسي، أكيد الزمالك مش يقوم بقضية بفرجاني ساسي أو قام خلاص؟ فرجاني ساسي، فرجاني ساسي لعيب كبير جدا، الزمالك بيعتز بيه، لعب فترة طويلة مع نادي الزمالك وهو بيحب نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك بيحب فرجاني ساسي، لكن هو حصل نوع من الخلاف في الفترة الأخيرة. فرجاني ساسي رفض أن يمدد عقده مع نادي الزمالك، فبالتالي أصبح لاعب فريه، أو هو من وجهة نظره فسخ عقده قبل نهايته بشهرين. عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك لنهاية الموسم، مكتوب كده في العقد لنهاية الموسم، وكلنا عارفين أن الموسم الكروي في نادي الزمالك أو في مصر لم ينتهي بعده، هينتهي يوم 26 أغسطس، لكن هو فرجاني ساسي متمسك بأن الموسم في الفيفا وفي العالم كله بينتهي في 30/5، فبالتالي هو أصر أن ينهي الموسم بتاعه في 30/5، ونادي الزمالك مصر أن عقده مكتوب فيه إلى نهاية الموسم والموسم لم ينتهي. فبالتالي أصبحت أزمة ما بين نادي الزمالك، وكلنا عارفين أن نادي الزمالك نادي حكومي وهو تابع للحكومة المصرية والدولة المصرية، فبالتالي مجلس الإدارة الموجود حالياً ما يقدرش يعني يسيب الموضوع كده، فقرر ان يحول الملف كله للفيفا، الفيفا تفصل في هل الموسم، كلام فرجاني ساسي صحيح ان الموسم ينتهي في 30/5 فبالتالي من حقه ينتقل لاي نادي، ام يستمر عقده لنهاية الموسم زي ما مكتوب في العقد. ده الموضوع ده امر تحسمه الفيفا، فبالتالي الزمالك هيحسم الامر ده في الفيفا، لكن هي مش شكوى بالمعنى المفهوم ضد فرجاني ساسي، لان الزمالك بيعتز بفرجاني ساسي، وفرجاني ساسي ادى نادي الزمالك فتره جيده جدا ولاعب مهم جدا، وجماهير الزمالك بتعشق فرجاني ساسي. فقط صحح لي لو كان غلط كابتن عمر، هو الموسم في الفيفا ينتهي 30/6 مش 30/5 ولا الموسم حسب الفيفا يعني في كل البلدان وكل العقود 30/6 مش 30/5. 30/6 لبعض الدول، لكن في اوروبا 30/5 وبعض الدول 30/6، الفيفا قال كده. من لكن احنا في مصر اي عارف، ما زال مستمر الموسم في مصر، انا عارف، لكن اللي حبيت نقوله الموسم في مصر ما زال مستمر اكيد، لكن اللي حبيت نقوله ما ينجمش يكون فرجاني اعتمد على نقطه عدم خلاص المستحقات لفسخ العقد تماما كما صار مع حمدي النجاز. لا، فرجاني ساسي وضعه مختلف عن حمدي النقاد، لان فرجاني ساسي واخد كل فلوسه، الزمالك اودع في فلوسه كل مستحقاته، هو يمكن لو في خلاف هيبقى في خلاف على نسبه الضرائب اللي خصمها نادي الزمالك من مستحقاته ونسبه الخصومات اللي كانت عليه، لان كانت في عقوبات موقعه عليه من المجال السابقه اللي هي بعد طرده وست ماتشات وحاجات زي كده، ففي بعض البلنتس عليه. انت فاهمني؟ دي اتخصمت من مستحقاته، فده حق النادي، التعاقد بيني ما بينك بيقول واللائحه بتقول ان عليك خصومات هتتخصم منك. فهو نادي الزمالك خصم منه بعض المستحقات، ده يمكن اغضب حمدي النقاد، اغضب فرجاني ساسي، ومن الاسباب اللي هو ممكن ما يكملش، ممكن يعني، لكن في النهايه الامر يحسمه الفيفا، لو الفيفا قالت ان الفلوس دي حق حمدي حق فرجاني ساسي هنديله فلوسه، هياخد حقه، لو الفيفا قالت ان حقه يستمر لنهايه الموسم هنشوف راي الفيفا، يعني احنا بنحتكم للفيفا بيننا ما بين فرجاني ساسي في مساله التعاقد، الصح ايه والغلط ايه هنعمله، لكن ما فيش اي خلاف ما بين نادي الزمالك وفرجاني ساسي. لكن تؤكد انه تحصل على كل مستحقاته معناه؟ اتحط له كل مستحقاته في حسابه. فقط قبل ما نختم معك كابتن عمر، موضوع عمل حتى شويه دوشه حتى هنا في تونس بخصوص بلاغ التهن الذي الاهلي المصري بتتويج دوري ابطال افريقيا، ممكن شان داخلي مصري اوكي، لكن عمل دوشه شويه. اللي هو ايه؟ موضوع التهن بتتويج دوري ابطال افريقيا الاهلي المصري.
تتويج الاهلي بدوري ابطال افريقيا. اه والموضوع التهنئه من الزمالك وبعد بعد سحب التهنئه يعني. اه التهنئه التهنئه نادي الزمالك مؤسسه رياضيه يعني بتعتني جدا بالاخلاق الرياضيه والروح الرياضيه، هي مؤسسه تربويه في المقام الاول. فنادي الزمالك بمجرد ما النادي الاهلي فاز ببطوله دوري ابطال افريقيا، من هذا المنطلق نادي الزمالك قدم التهنئه للنادي الاهلي. لكن النادي الزمالك فوجئ بعد ما قدم التهنئه بعشر دقائق او بربع ساعه باني محطوطه على الموقع الرسمي لقناه النادي الاهلي التهنئه وعليها تهكم على نادي الزمالك. نادي الزمالك اعتبر هذا التهكم عيب، ان انا بأهنيك تقابل هذه التهنئه بتهكم عليا. ف يعني ما يكونش جزاء الاحسان الا الاحسان. فنادي الزمالك شاف ان دي اهانه في حقه، ثم قامت بعض جماهير الكره بالنادي الاهلي بعمل مظاهرات واحتشدت وقعدت تهتف ضد شيكابالا قائد فريق نادي الزمالك. فنادي الزمالك اعتبر ان التهكم عليه في الصفحه الرسميه لقناه نادي الاهلي بجانب هتافات الجماهير العنصريه والتنمر ضد شيكابالا قائد الفريق، اعتبرت ان ده اهانه لنادي الزمالك. فبالتالي مجلس اداره نادي الزمالك تفاعل مع الموقف وسحب بيان التهنئه بتاعه وقدم اعتذار لجماهيره ان قدم تهنئه للنادي الاهلي وسحبت هذه التهنئه. في اليوم التالي تدخل وزير الشباب والرياضه المصري الدكتور اشرف صبحي وقرب وجهات النظر واجرى اتصال بالكابتن محمود القضيف رئيس النادي الاهلي وبالكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وقرب وجهات النظر وصدر بيان مشترك من الاهلي ومن الزمالك ومن وزاره الرياضه، الكل بيعتذر لبعض. وانتهى الامر عند هذا الحد. لكن نادي الزمالك في المقام الاول هو مؤسسه تربويه وهو نادي وطني، يعني يبجل الجميع عندما يفوز ويهنئ الجميع بروح رياضيه، لكن ما ينفعش يستقبل هذه التهنئه بنوع من التهكم. اكيد. تفكروا في لاعبين تونسيين اخرين خاصه بعد نجاح التجارب السابقه؟ بالتاكيد الدوري التونسي ساري باللاعبين المحترفين اللي مستواهم عالي جدا، وبالتاكيد تجربه اللاعب التونسي نجحت نجاح باهر في الانديه المصريه. فبالتاكيد بنفكر في لاعبين توانسه في الفتره الجايه، لكن يعني يمكن في بعض لعيبه اتكلمنا معاهم لكن كانت اسعارهم غاليه بعض الشيء، فبالتالي في مفاوضات لكن هذه المفاوضات لسه لم تنتهي. نجم نعرف الاسماء؟ لا صعب جدا. الانديه على الاقل والمراكز اللاعبين. نادي الترجي في لاعب وسط في نادي الترجي. لاعب وسط في الترجي مهم جدا واضح. فما سعد بقير حكيتوا معه في وقت من الاوقات؟ نعم. سعد بقير حكيتوا معه في وقت من الاوقات؟ احنا اتكلمنا بس الموضوع لسه فيه مفاوضات وفي كلام يعني، فالموضوع لسه ما زال يعني. شكرا لك كابتن عمر على تدخلك. ايه تفضل. احنا عايز اقول في نادي الزمالك احنا بنحب الانديه التونسيه جدا وبنحب الكره التونسيه جدا، والنادي الزمالك عنده علاقات جيدة بنادي الترجي والنادي الإفريقي ونادي النجم الساحلي وكل معظم الأندية التونسية، احنا بنبجلها بنحبها وبنحب الكرة التونسية وبنشجع الكرة التونسية وبنتمنى للكرة التونسية دايما التوفيق، وهي نجحت معانا في نادي الزمالك نجاح باهر. أكيد حب وشعور متبادل كابتن عمر الدردوري، بالتوفيق لنادي الزمالك أكيد مستقبلا. كنت سعيد جدا بتدخلك معايا الناطق الرسمي باسم النادي الزمالك، كنا حكينا في عدد المواضيع المتعلقة خاصة باللاعبين التونسيين الناشطين في نادي الزمالك. فاصل موزيكا شونج وبعد مكملين في فير بلاي حتى للخمسة.